قال والتشهد الأول والجلوس له، يعني هذا السابع والثامن. يعني التشهد الأول واجب، والتشهد الأول هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فقال إذا جلس أحدكم التشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، هذا واجب. واختلف أهل العلم هل يكتفى به أو أن يصلي على النبي أيضا، سواء صلاة الإبراهيمية أو يقول اللهم صلي على محمد في التشهد الأول. الظاهر والله العالم الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكتفي به، أنه جاءت يعني أحاديث وآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس التشهد كان كأنه على الرضف، الرضف اللي هو الجمر الحار، يعني ما يطيل التشهد الأول، يقوم بسرعة. فالظاهر لو وجاء أثر عن أبي بكر، فالظاهر الله العالم أنه يقوم بسرعة. الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن بعض أهل العلم الأثر الذي عن أبي بكر وغيره أنه كان يقوم بسرعة من التشهد الأول، فيكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقوم من التشهد الأول. والجلوس له أي أيضا الجلوس التشهد الأول أيضا واجب.